السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علشان نشوف الماتشات بتاعة كأس العالم من غير بقى اللي احنا ندور على لينك نفتحه ولا كده، لا احنا نفتح الموقع اللي بيجيبه بث مباشر ويبقى التحميل بتاعه قوي وما يقطعش معانا أثناء مشاهدة الماتش. هو اللينك دوت انا هسيبه لكم تحت الفيديو، مجرد بس ما تحطوه على اي براوزر بيفتح معاكم. هنا الموقع عامل لنا 4 قنوات، القنوات دي بتكون مفتوحة في وقت إذاعة الماتش بس لما يكون الماتش لايف، غير كده بتبقى مغلقة. هنا القنوات التانية، بقية القنوات دي كلها قنوات كرة كلها طبعا بتفتح في أي وقت، اوبن 24 ساعة. لو جربنا دلوقتي اللي احنا هنفتح قناة شغال عليها ماتش حاليا اللي هي رقم 11، شغال عليها بتذاع دلوقتي ماتش عشان بس نجرب نشوف بتفتح فعلا ولا لأ. اول حاجه هنا استنى بس لما الاعلان هنا بيبقى خلاص، هو لان هو ما بيقدرش يقفل قبلها. المباراة والمجهود الكبير الذي يقدمه. اتاكد ازاي اللي هو الماتش لايف اهو، شايفين تحت هنا كده بتذاع مباشر او بث مباشر هنا، وانا بعمل بوز وانا بعمل ستوب لو عايز اشغله تاني كده خلاص اشتغل هيبدا يفتح معانا تاني. دلوقتي كده اتاكدنا اللي هو بث مباشر مش فيديو مسجل. عايز ارجع لكل القنوات تاني، هعمل هضغط على لايف تي في بدا يرجعني للموقع اصله تاني. هنا اضغط على دايت ثانيا، ننزل تحت هنلاقي كل القنوات تاني زي ما اتفقنا، اول 4 بس اللي بيكون مباشر اثناء لما يكون في ماتش بيتعرض، بقيه القنوات دي بتبقى اوبن 24 ساعه. يا ريت بقى تعملوا شير للفيديو عشان كل الناس تقدر تسمع الماتشات براحتها. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللينك موجود تحت الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.